لا أحد يلاحظ ارتفاع درجة الحرارة، إنها تبدأ في الغليان هنا حرفيا. أتفق معك، لو درجة الحرارة ارتفعت الغرفة ستحترق خلال 3 ساعات. هذا يبدو جيد. أقصد بالضبط ستحترق، إنها حقيقة علمية. روبرت، الحقائق كالنجوم تماما. إنهم دائما في السماء ولكننا لا نراهم. لا، إنهم كالنقطة المضيئة في ليلة مظلمة وأنا لا أحبهم. أوكي يا شباب، ماذا نفعل بالطعام؟ نتصارع. أجل، هيا نتصارع. توقفوا! ما رأيكم في انتخابات لاختيار قائد؟ مناسب لي. أتفق مع هذا. انتظروا، ماذا عن هل يمكن لأحد مساعدتي؟ أنا أوكي، سأنسى. سأنسى. اسمعوا، إن شعاري سهل الفهم. صوت من أجل التوزيع التدريجي وليس التوزيع السيء. إنه من السهل جدا فهمه كرجل اسكتلندي يرتدي خوذة الغوص. نعم بالضبط، شعاري أكثر وضوحا بكثير. صوت لي وسأخذ كل شيء. هذا مريب كصديقي، صديقك المفضل الذي يعجب بصورك على الإنترنت. أجل. يكفي من البلا بلا والسياسة، إنه يدفعني للتفكير والتفكير يصيبني بالغضب. يا رفاق، لو سمحتوا اهدئوا معنا. لا لكني أريد التغيير. لكنه التغيير لما كان من قبل. لا أحد أكثر مني كفاءة لأخذه خلال هذه الأوقات الصعبة. يكفي التعامل مع الذين يفعلون شيء، نريد أشخاص غير كفؤين يقومون بشيء ما. الناس يرغبون في الأمل. هل استدعى أحدكم شخصا ليس كفوءا؟ ماذا؟ لا، لقد قالوا الناس اختاروا. لو أرادوا بوز محروق ليكون مسؤولا، إذن سأكون أنا بطلهم. لكن أنا تريدون التغيير. تعبتم من الخيال. ما رأيكم في هذه كشعار؟ الذي سنفعل بشأن درجة الحرارة؟ لا توجد مشكلة في الحرارة. غامبول، انظر إلى نفسك. ليست ساخنة، إنها أقل برودة. صديقي، رأسك يحترق من السخونة. لا يحترق. رأيت؟ أوكي، اسمعوا، صوتوا لي وأعدكم بأني سأخرجكم من هذا الموقف. أو صوتوا لساذج يرتدي ملابس داخلية ولا يعرف معنى الأزمة التي نواجهها. أعرف تماماً ما هي الأزمة هنا. تعرفي، يبدو أنه ليس نوع من الرقص. أرجوكم، هذا حقيقي. صوتوا وصوتوا بعقل. مستقبلنا، مستقبلنا جميعاً يتوقف على ذلك. أنا غامبولتي واترسون، لا أقسم رسمياً أنني سأنفذ مكتبي. وهم يرغبون في التغيير، ينسون أنهم يحصلون على تغيير قصير. لكن الرجل الوحيد، أقصد كم من الضرر يمكنه؟ وهذا يعيدنا إلى الآن. أعلم أنهم سيلوموني، لكن يقال إنه كلما ارتفع ارتفاعنا والأصغر نظهره للناس الأصغر الذين لا يستطيعون الطيران لأنهم خاسرون. يلومك على كل شيء على الرغم أنهم انتخبوا. ما الذي تفعل؟ أنا أكتب مذكراتي. ما رأيك بعنوان نسر بين الحمام؟ هذا ليس الوقت المناسب. رائع، لقد قال بثقة. الضوء الخافت ينعكس تماما في عينيه الشريف. غامبول، أنت المسؤول عن انهيار المدرسة بالكامل. إنه وقت حشد الناس سويا. جميل، رائع. الجميع يتوقف. أو هيا، في هذه الأوقات الصعبة القائد الحقيقي يتحمل مسؤولية توحيد شعبه. ما تحتاجوه هو عدو مشترك، شخص يتحمل اللوم من أجل الصالح العام. وهذا هو واجبي تماماً لأعرفكم على العدو. هو أنايس. ماذا؟ ماذا؟ أنت حركت رأسك، إذن أنتم لا تمانعين. هل من يريد تحمل اللوم؟ بسرعة، إنها ساخنة، المدرسة تنهار. شباب، انتظروني. ما الذي سنفعله؟ لو استغلينا مهارة كل واحد سنعبرها معاً.